صباح الخير، عايز اتكلم عن موضوع مهم جدا، هو موضوع وضع كلاب الشارع جميعا في ملاجئ في انحاء الجمهورية زي ما البعض بيقترح وبيستحسن الفكرة جدا وبيتكلموا عنها كأنها فكرة يمكن تنفيذها. ليه مستحيل تنفيذ الفكرة دي؟ من وجهين مهمين جدا. اولا بالنسبة للتوازن البيئي، وهو نظام رباني لا يمكن البني آدم يتدخل فيه او يعرف بيتم ازاي، لانه بيتم بشكل طبيعي، واذا تدخل فيه البني آدم يسبب كوارث زي اللي حصل في الصين سنة 58 لما قرروا انهم يموتوا جميع عصافير السبارو لانهم كانوا بياكلوا جزء من المحاصيل الزراعية، فقرروا علشان نزود المحاصيل الزراعية فاحنا لو قتلنا العصافير اللي بتاكل جزء منها ممكن ان احنا نزود محاصيلنا، وفعلا موتوا جميع عصافير السبارو اللي موجودة في الصين بطرق غير انسانية، ولكن النتيجة كانت انهم حققوا اهدافهم. نتيجة اللي عملوه ده، وده شيء كان غير متوقع ومحدش يقدر يعرفه، انه حصلت مجاعة راح ضحيتها 45 مليون صيني، لانه لما ماتت العصافير ظهرت الدودة اللي كانت العصافير دي بتاكلها وقضت على المحاصيل كلها، فلم يبقى شيء علشان ياكلوه، وحصلت المجاعة دي وتسببت في موت 45 مليون بني ادم. اذا احنا ما نعرفش لو كلاب الشارع دي اختفت من الشوارع كلها، ايه اللي ممكن يظهر لنا وايه اللي ممكن يحصل، محدش يقدر يحدد حاجة زي كده. ده الشق الاول. أما الشق التاني فهكلمكم عنه في فيديو تاني.